متابعينا في كل مكان، وتغطية جديدة ومختلفة بنقدمها لكم من داخل صالة التحرير. هل ممكن قرص النحل يقتل بني آدم؟ سؤال ممكن تكونوا حضراتكم شفتوه بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وخصوصا خلال اليومين اللي فاتوا بسبب المشهد اللي فاجئ الكل من مسلسل لعبة نيوتن. الفنان محمد ممدوح أثناء هذا المشهد رمى سائل غالبا كان مية بسكر على شخص في المسلسل علشان يتجمع النحل عليه. محمد ممدوح في المشهد كان بيدافع عن نفسه، وكان عايز الشخص ده يبعد عن طريقه بأي شكل من الأشكال ويقدر يهرب منه. لكن اللي حصل الحقيقة كانت مفاجأة، لأنه كمية مهولة من النحل بدأت تتجمع على وش الشخص ده زي ما شايفين كده مع حضراتكم في الصورة، وزي ما شفنا في المشهد، وبدأ النحل يهاجمه علشان ينتهي هذا المشهد بموت هذا الشخص. طيب هل ده ممكن؟ هل منطقي انه قرص نحلة ممكن يموت شخص؟ الحقيقة ان احنا لما دورنا شوية لقينا الاجابة نعم. لدغات النحل خصوصا لو بعدد كبير جدا ممكن تودي بوفاة الشخص اللي تعرض لهذا الهجوم وفي الحال. وده يمكن اللي حصل في أكتر من مرة في أكتر من دولة في مختلف العالم، زي مثلا في ولاية تكساس اللي مات فيها مزارع عمره 62 عام بسبب أنه من غير ما يقصد وهو ماشي بالجرار بتاعه في المزرعة خبط في خلية نحل كبيرة جدا، وبدأ النحل يهاجمه بأعداد كبيرة، ونحل بدأ يندفع ناحيته بشكل رهيب لدرجة أنه الخلية كانت بتضم يعني حوالي 40,000 نحلة كلهم بيهاجموه، كلهم يعني قرصوه لحد ما توفي. طيب خليني أقول لحضراتكم كمان أن وقتها قالت خبراء في علم الحشرات في جامعة كاليفورنيا أنه النحل اللي قرصه كان من النوع الإفريقي، وهذا النحل تحديدا بيتسم بأنه يعني اندفاعي أو دفاعي ومسيطر جدا، واللي حصل أنه كان بيدافع عن نفسه من خلال قرصه لهذا المزارع. لكن إجابة السؤال هو ليه قرص النحلة ممكن يتسبب في وفاة بني آدم؟ ببساطة لأنه النحل بيفرز سم قاتل أثناء اللدغة، لكن هل عدد اللدغات بيختلف؟ يعني هل ممكن عدد معين يودي بوفاة شخص لكن عدد قليل مثلا ما يسببش الوفاة؟ الحقيقة أنه أوضح المختصين في علم الحشرات أن مستعمرات النحل لو حست بالتهديد في محيطها ممكن النحل اللي فيها يقرص الضحية حوالي 2000 قرصة. طيب ليه الشخص ده مات والسبب ايه؟ هقول لحضراتكم انه السبب انه السم المزدوج اللي بيفرزه النحل بيحتوي على مادة الميلاتين، وهي عبارة عن انزيم، وده المركب الأساسي واللي بيتسبب في الألم أثناء يعني اللدغة أو بعد اللدغة، بيشكل حوالي 50% من الخليط. وكمان قرصة النحلة بتحتوي على عناصر أخرى قادرة على إتلاف وتدمير الأنسجة البشرية، واللي مع زيادة اللدغات ممكن تصيب الشخص بفشل كلوي بعد أيام بسيطة من اللدغة. طيب لو دورنا شوية في الأرقام والإحصائيات هنلاقي أنه حوالي 40 شخص سنوياً بيموتوا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب لدغهم من النحل. وفي السياق ده بتفسر الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة أنه سبب الوفاة هو تفاعل أجسامهم الحساسة مع لدغة النحلة. طيب هل ده معناه أن ممكن اللدغة ما تأثرش في شخص لكن تأثر في شخص آخر وتسبب له الوفاة؟ الإجابة لأنه الأبحاث والأراء الطبية المختصة كانت برضو بتقول أنه لما الشخص بيتعرض للدغة نحل ممكن جسمه ما يستجبش للدغة دي،
وانه الاستجابه ممكن تكون بسيطه ويظهر بس احمرار او زي هرش بسيط جدا في مكان اللدغه. اما لو الشخص ده بيعاني من حساسيه معينه او حساسيه مفرطه فبالتالي هتكون استجابته للدغه اكتر من اي شخص اخر، وممكن جدا ينخفض ضغطه بشكل مفاجئ وملحوظ، وده اللي ممكن برضو يسبب الوفاه. كمان قال المختصين في بعض الحالات الخاصة بيواجه الشخص اللي بيتعرض للدغات النحل صعوبة في التنفس وأيضا أورام في الفم والحلق، بالإضافة للسعال واحمرار الجلد وآلام موضعية تانية. طيب، النحل بيعتبر هو الأقوى والأكثر جوعاً بحسب ما قالت تقارير كتير جداً، وكتير من أساتذة الحشرات في كليات الزراعة قالوا إنه سم النحل بيبقى ليه طعم مر ورائحة لاذعة، وبيحتوي على كميات كبيرة جدا من الزيوت الطيارة والأحماض والبروتينات، وبتختلف حساسيته من شخص لآخر ومن مرحلة عمرية لمرحلة عمرية أخرى، وده طبعا زي ما قلنا لحضراتكم في بداية التغطية. قالوا كمان إنه الجسم السليم ممكن يتحمل من 5 ل10 لساعات من النحل، لكن لو الشخص اتعرض ما بين 200 ل 300 لدغة في وقت واحد فده ممكن يودي لتسارع نبضات القلب وحدوث بعض التشنجات اللي يعني ممكن تسبب الشلل وينتج عنها حالة من ضيق التنفس وتسمم الجسم. ولو ارتفع عدد اللدغات ل 500 لدغة فممكن تودي إلى حدوث شلل في الجهاز التنفسي وتسبب الوفاة في الحال. طبعا كتير من حضراتكم بيقولوا طب ازاي النحال اللي بتعود على التعامل مع النحل ما بيتعرضش للموت؟ والحقيقة انه المختصين في علم الحشرات فسروا هذا الامر وقالوا ان من الممكن تتولد لديه مناعة ضد لدغ النحل بعد عدد لساعات معينة، لذلك دائما يتناول حبوب للوقاية قبل البدء في فحص النحل، ويجب طبعا الابتعاد عن ممارسة هذه المهنة إذا زادت حساسية الجسم من اللدغات. بكده نكون حاولنا نجاوب حضراتكم على السؤال اللي كتير جدا بيكرروه خلال الأيام اللي فاتت على السوشيال ميديا، وهي إنه هل لدغات النحل ممكن تموت بني آدم؟ نعم، لدغات النحل ممكن تموت أي شخص، وده اللي شرحناه لحضراتكم على مدار هذه التغطية. بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار الساعة. إلى اللقاء.